غادي نديكم لافخم حمام كاين عندنا في المغرب. كاين بزاف الناس ما كيعرفوا اكبر جامع وافخم جامع، ولكن ما كيعرفوش شنو هو افخم حمام. الوغ افخم حمام هو 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 جامع حسن الثاني. الوغ جامع حسن الثاني كاين حمام تحت منه، من افخم الحمامات اللي عندي لابيتود باننا نمشيو ليه. إيه اليوم غنضرب بكم دوره في داخل الحمام، لانه فريمون رائع والثمن ديالو زوين ومناسب وكلشي استطاع ديالو يمشي ليه. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم القالب كيفاش تدخلوا للحمام وتكملوا عظيماتكم غير ب 50 درهم. الناس اللي مازال ما شاركوناش في القناه اش كتسناو؟ مرحبا بكم. قبل ما تسخن عظامك اجي دي معاك هذه المعلومه، الحمامات الساخنه حاجه اللي قديمه وبعيدا على القبليه، من ماشي هي مغربيه وماشي هي تركيه وماشي هي رومانيه، لان الاثار ديال الحمامات كانت لقاوها قبل شحال هذه قبل من الميلاد، 2500 عام بالضبط قبل من الميلاد. ومن بعد حلول 300 عام قبل من الميلاد ولات واحد الحاجه اساسيه من عند الرومانيين. ولكن يمكن لنا القول ان ما كانتش الشعبيه في الثقافه اليوم عززها استخدام الامبراطوريه العثمانيه الحمامات في الوضوء. الحمامات في عهد الرومانيين كان على بحال شكل جوج ضايات، واحد ضايا كان فيها الماء السخون وواحد ضايا كان فيها الماء بارد. جاو الاتراك بدلوا هذه القاعده هذه ديال العمال بانهم لقاو بان هذيك الطريقه كانت قادره، لان نفس الماء كانوا كيتخشوا فيه بزاف ديال الناس. جاو الاتراك هما يخترعوا بالمفهوم ديالنا ديال الروبيني طاسه القب باش داك الماء يكون ماء جاري ويكون ماء نقي هو اللي باش كنعوم. ايوا مرحبا بكم في حمام حسن الثاني اللي المساحه ديال الحمام بوحدو كتجاوز 6000 متر مربع، مغي هي مقسومه 3000 رجاله و 3000 عياله، متكونه من باحه وقاعه الاستقبال، فيستير ومستودع الملابس، وزيد عليها ثلاثات لي صال ديال السخونيه، واحد دافي واحد مويان وواحد سخون اللي تقدر توصل الحراره ديالو حتى ل 47 درجه. الصانع التقليدي المغربي بهر العالم بالديطاي ديال هاد الزليج هذا وبالديطاي ديال العود، لان داكشي فريمون مصايب مزيان مزيان، والتناسق بين لا مودرنيتي والاصاله ديالنا. الصانع المغربي التقليدي بهر العالم بداكشي اللي كيعرف يخرج من يديه، واحد الهيبه وواحد العظمه كتحس بها ملي كتدخل الحمام، لانه خلى اي واحد كيزور الحمام يكون مغربي قح ولا اجنبي انه خلاه كيسافر بعينيه بالديطاي ديال الديطاي ديال كل حبه، لان الحبه فيها 3 سنتيمتر، داكشي كله متناسق وما كاينش الغلط. ايه كيخليك كتسافر بنيفك بان واحد الريحه ديال العود كتزيد واحد الرونق وواحد الجماليه. باجي نشوفوا المودرنيتي ديال الحمام، ملي كتدخل الحمام كيسلمك واحد البغاسلي اللي كيبقى متبعك دورون طول الباركور ديالك. الوغ تيعطوك ان بغاسلي اللي تكون فيها نيميرو دو كاس، فريمون سي تخي تخي جولي، سي تخي بروبر، سكي اغاب. الوغ النمرة عندي 93، امي لو بغاسلي، اي سا سوخ، فوالا. شنو كاين هنايا؟ كاين غاسول، جو بونس كو سي الغاسول. طلع مع التفاصيل، سي تخي 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 جولي، بلافون، ما قالوا لي افخم حمام، تا فريمون افخم حمام، عارف دي مارو هاد لي ماشين لي جي دي ماساج هاديك كل، فريمون هاديك كل. واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف هو انهم كيلزموا على اي واحد قبل ما يدخل لبان دو سونتي انه ياخذ واحد الدوش عاد يقدر ياكسيدي الماء، كوم سا نستافدوا من الاغلاط اللي كانوا تيديروا لي غوما.
وهاد الماء كيتجبد من واحد الدخاخات اللي بعيدين 200 متر على الشط ديال البحر، وتيكون هاد الماء بارد بزاف بزاف بزاف، عاد كيسخنوه باش يلاه نقدروا حنا نعوموا فيه. الا كنتي ما غاديرش مساج على كيني كنصحك تجي دير المساج بالماء. هاد الثلاثه زاباغي، وحده ديال الكتاف، وحده ديال الراس، وحده ديال بين الكتاف. هادو اللي جي هادو اللي يخرجوا من الماء هما ديال الناس اللي عندهم السياتيك ديال المشكل الفاسي. هذا كنخليه انا هو الاخراني، هو لو غون جاتوزي اللي سافو بيرمي بانكم ديطونداو مزيان. وما نساوش هادشي بالماء ديال البحر اللي غني باليود والاملاح المعدنيه. يلا بينا نهبطوا الماء. هنا كيجي واحد الكوتش اللي كيدير لك المساج بالماء، والدراري عندهم يا سلام احترام وبروفيسيوناليزم يا سلام. الو، هادو كاينين اربعه لي زون اللي مقسمين لكم على اربعه. هذا زون في الوقت انايا من مخصصه لا زون ابدومينال، هو لا زون ديال الكرش. هاد الجهه اللي كاينه على اليد اليسار ديالي اللي كاينه هنايا مخصصه بالكتاف وبالظهر. هاد لا زون هادي اللي محدايا اللي على اليمين ديالي مخصصه بلا زون ديال لو با دو فونتر، ولا زون الاخرانيه هي ديال المولي وتحت رجلي. صراحه الله اكسبيريونس واعره، بلاصه واعره. لو جاكوزي كي ديرير لا فريمون مانيفيك، فريمون مانيفيك. لي ديتاي توتي تري تري بو، فريمون سامباتيك. كنصح بيكم بيه، فريمون كنصح بيكم بيه. الو، ابخي لي فور لو ريكونفور، لان فريمون دوك لي ماساج وداك لو جي دو كتحس براسك بحال ترينيتي. دونك كنستعملو داك لو براسلي ديالنا باش ندوزو للمنطقه الثانيه اللي هو الحمام. ما كتحس ما تضربكش البرد، لان غير في الراس ديال هاد الدروج هادي كتلقى الحمام ديريكتومون. ايوا جيت سمعني، هذا هو الحمام اللي فيه 3000 متر. هاد هما لي صال ديال الحكان، سورتو بوغ لي ريتويل. الناس اللي بغاو يديرو شي ريتويل من غير الحكان، هادو هما لي صال. اللي فيها الحمام دافي شي شويه. وهذه هي اسخن صال للحراره، كتقدر توصل فيها حتى 47 درجه. هي فيها سوفورم دو سونا ولا سوفورم دو حمام دافابور، لي سا بيرمي بان المسام كيتحلو بشويه بشويه باش كيفرزوا داك الاوساخ وداك الشيء السموم اللي كاينه فيهم. لورغانيزاسيون سي تري بيان اورغانيزو، كتبقى في هاد لاصال هادي حتى تيجي عندك الكسال ديالك، كيدير لك ديجا الصابون البلدي وكيخليك تقول لك تطلب منك شحال الوقت بغيتي باش يحك لك.
هذه هي لاصال الثاني اللي الحراره ديالها اقل من الاولى في الناس اللي تيبغيو يحكوا، وفيها واحد الجليسه اللي كتفكرك في داكشي ديال الف ليله وليله، داكشي فريمون كتسافر ماشي كتعوم كتسافر. هادو لي صال ديال ريتوال، انا صراحه الله كنفضل بانني نحك هنايا، كناخذ هاد لي ستيت صال بحال هكا اللي كتلقى فيها البلاصه فين تحك. عندك ان لاف ما، عندك مرايا، عندك ان اوندوا بريفاتيف ريان بوغ تو. ايوا من ورا خروج الطاكليتيل والسباغيتي كاين ريسيسيون سافوناج، كاين سورت سو فورم دو ماساج اللي كيماسي لك لا سيركيلاسيون ديال الدم كامله، يسافر بوكو دو بيان. وهذه هي اللائحه ديال الثمنات وديال الخدمات اللي كيديروا. كما شفتوا راه غير ب 50 درهم تقدر تدخل الحمام وتبرك فيه وقت ما بغيتي، مثلا ما كاينش عندك ان طون بريسي تدخل وتحك الونسيان، ولا لقيتي شي جار حنا تقول لي دوزك على دارك كاملين دوزناها. فوالا هذا هو التليفون لي كوردوني ديال المشكي حسن دو، حيت دابا مالوغوزمون ولا كلشي بارونديفو كوفيد اوبليج، والناس اللي بغاوها هما لي كونتاكت. والحاجه اللي عجبتني بزاف هو ما انه ما كيقصيو حتى شي واحد، حتى الناس ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم الحق في الحمام، وهذه هما اللي كيحترموا هاد الناس هذو اللي دايرين لهم واحد الميكانيزم باش ما يقصيهمش حتى هما. برافو.